وهي تمثل فرصة للتأكيد مجددا على انفتاح المركزات على محيطها الخارجي وتقديم خدمات لنا المواطن التونسي خلال عطلة الصيف من خلال تغطية مختلف الفضاءات العمومية المفتوحة. معناتها باش نخرجوا بالكتاب من رفوف المكتبات ونتوجهوا به للفضاءات اللي تعتبر الأكثر استقطابا لمختلف الشرائح العمرية من أجل الاحتفاء بالكتاب وتعميق التواصل ما بينه وما بين جمهور القراء على غرار الشواطئ، الساحات والمنتزهات والحدائق العمومية والأحياء السكانية. جميل. والتظاهرة هذه هي موجهة إلى كافة الشرائح العمرية. جميل جدا. مهم أنه طبعا المكتبات العمومية بتخرج كما قلت من هذه الفضاءات المغلقة خاصة خلال الصائفة، ونعرفوا أنه الفضاءات المفتوحة هي اللي تستقطب أكثر عدد ممكن من الشباب وأيضا الكهول في الفترة الصيفية. فمهم أنه نحكيه على بين ظفرين تطويع النشاط الخاص بالكتاب والمطالعة من أجل استقطاب أكثر عدد ممكن من الرواد. طبيعة الأنشطة في هذه الفضاءات المفتوحة وفي إطار هذه التظاهرة العريقة كما أشرت مصيف الكتاب، كيفاش تكون من سنة إلى أخرى سيدة عفوة، وأهمية هذه الشراكات مع المجتمع المدني في تأثيث الفقرات أيضا مدى أهميته؟ الكلمة لك سيدة. إذا خلال هذه الدورة بالنسبة للإطار الزمني، احنا كمكتبة جهوية بتونس اخترنا باش ننظموا تظاهرة نتاعنا من 21 إلى 30 جويلية بشاطئ المسا. خلال هذه التظاهرة الحقيقة حرصنا على تحقيق التنوع والتجديد من خلال وضع برمجة ومن خلال برمجة أنشطة نوعية تتميز بمزجها لتعبيرات ثقافية مختلفة تنطلق من الكتاب وتعود إليه. الحقيقة باش يتم تركيز خيمة عملاقة بشط المرسى باش نلقاو فيها معرض كبير لأهم الإصدارات الجديدة من الكتب موجهة لمختلف الشرائح العمرية لتأمين عملية المطالعة والإعارة على العين المكان. كذلك باش يكون عنا ورشات لترغيب المطالعة والكتابة الإبداعية والقراءة والمسرح. باش يكون عنا أمسيات شعرية، أمسيات لتوقيع كتب لأدباء تونسيين إلى جانب الفقرات الثقافية والترفيهية. وكيف ما أشرت سيادتك باش يكون عنا نصيب هاي للأنشطة التوعوية التحسيسية، وإحنا مش أول مرة نخدموا مع جمعية اليتامين للثقافة والبيئة باش يكون عنا ورشات في تسمين النفايات الكومبوستاج. توزيد سي محمد يعطينا أكثر بالتفاصيل. كيف باش يكون عنا ورشات في التربية البيئية والسلوكيات الإيجابية نحو البيئة بمساهمة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. كذلك باش يكون عنا ورشات تدريبية في الإسعافات الأولية بمساهمة الأحمر التونسي فرع المنطقة 16 أيام، ورشات في التربية المرورية. إذا باش يكون نصيب كبير الأنشطة التوعوية التحسيسية كما نعرفوا اللي هي مهمة جدا معناتها لكافة الشرائح العمرية، ومعناتها هي تخلق تنوع وحركية ثقافية بالجهة، وكيف كيف تستقطب الفئات الشرائح المجتمع. نعم، مهمة هذه الأنشطة الموازية في إطار طبعا هذا المصيف، مصيف الكتاب. وكما أشرت ضيفتنا الكريمة سيدة عفوة الإنجليز، مهم تشريك كل يعني وقت نحكيه هذه المساهمات سواء من الهلال الأحمر وإلا من جمعية الياسمين للثقافة والبيئة ولا غيرها من الأطراف الأخرى اللي هي مساهمة في هذا الفضاء وفي هذا المصيف من 21 إلى غاية 30 جويليا 2023 بشاطئ المرسى. هذا الشاطئ اللي يستقطب عدد كبير من المصطافين، فبالتالي حضور الكتاب هو مهم جدا والأنشطة الأخرى أيضا مهمة، فبالتالي نلقاو أكثر من نشاط يستقطب كل النجم نحكيه على تلبية كل الأذواق على مستوى العائلة اللي تنجم تكون موجودة في هذه الصائفة تحديدا في شاطئ المرسى من 21 إلى غاية 30 جويلية. باش خليك الإضافة ثم نتنقلوا مع سي محمد المنسي للحديث عن المساهمة وهذه المسائل التوعوية البيئية المهمة اللي باش تكون موجودة طبعا إلى جانب الورشات. تفضل لله. إذا جانب ذلك في البرمجة نتاعنا باش يكون عنا برمجة لعروض وفقرات تنشيطية ترفيهية، باش يكون عنا عروض لأفلام موجهة للأطفال والناشئة والشباب، كذلك باش يكون عروض الحكواتي، عروض مسرحية،
الى جانب العروض التنشيطيه الفرجويه. والحقيقه معناتها حابين نحفز القارئ التونسي باش يقبل اكثر على التظاهره هذه. دونك قمنا بتنظيم برمجه مسابقات يتوج فيها المشاركون بجوائز قائمه من اجل تشجيع القارئ التونسي بمختلف شرائحه وفئته العمريه والاجتماعيه على المشاركة والإقبال على الكتاب والمطالعة. مهمة المسابقات هكا ولا لا سي محمد؟ فعلا هو برنامج ثري جدا. نعم. خاصة المكان والإطار الزمني نتاعو شاطئ المرسى وفترة الصيفية. إذا يعني أكيد باش يكون معناها مصيف مهم جدا لكل مصطفين اللي يكونوا باش يكونوا حاضرين في شاطئ المرسى. نعم. برنامج ثري مهم جدا، ومرة أخرى يعني تفتح الـ الـ يعني المصيف على المجتمع المدني ومشاركة المجتمع المدني. إن شاء الله تكون تحقق الإضافة سواء من الهلال الأحمر سواء من جمعية الياسمين للثقافة والبيئة. أثناء اخترنا هو عمناو شاركنا وكانت يعني هذه المساهمة الثانية، هذه المساهمة الثانية كانت بعرض إيكولوجي مهم جدا وجميل ورائق وكان نال إعجاب. وإن شاء الله أثناء من خلال ورشة حول تثمين النفايات المنزلية، وإحنا دائما نستغل مثل هذه يعني المبادرات الهادفة ومثل هذه يعني خاصة كما قلت الإطار المكاني والزماني نتاعها باش نخدموا على العنصر التحسيس لأهمية يعني البيئة في حياة الإنسان، خاصة مش نحكيه على الفرز الانتقائي، نحكيه على الرسكلة والتثمين. كذلك في عنصر ثاني نخدم عليه برشا اللي هو التكوين المبسط لكيفية تثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد عضوي طبيعي الكومبوستاج اللي تستفيد منه الحديقة المنزل الأرض في تحسين يعني خصوبتها، وفي نفس الوقت يعني نكون معناها رسخنا ثقافة بيئية سواء كان يعني للناشئة أو لغيرها. هي كيفاش اليوم نحول نفاياتنا من يعني من نقمة إلى نعمة. وإحنا اليوم كما نعرفوا ديما إحنا عندنا الشعار متاعنا في الجمعية نحكيه عليه، هو نقول كيفاش نحول النفايات متاعنا ردوها هي مصدر للثروات. للأسف اليوم في بلادنا أختنا جيما نعرفوا منظومة تصرف النفايات ما زالت عاجزة على تثمين النفايات والتخلص من عبء القمامة، عبء المصبات اللي جاوزت اليوم طاقة استيعابها، عبء النقاط السوداء من المصبات العشوائية. على كل ننتظر المشاريع الخضراء، والسؤال يبقى اليوم هل المواطن التونسي واعي بالمسألة البيئية؟ متى سننعم ببيئة سليمة يتيب فيها العيش الكريم؟ من خلال الورشة هذه إن شاء الله نكون نساهموا يعني في ترسيخ الثقافة دي، ثقافة تثمين النفايات، نقص يعني من النفايات من المصدر متاعها، ونوعي المواطن الطفل يعني كيف تشرح العمورية بأهمية الرسكلة والتثمين وتحويل هل النفايات هذه إلى يعني سماد عضوي طبيعي يستفيد منه المواطن سواء في حديقته أو الخارج ذلك. مهمة مثل هذه المبادرات من أجل نشر الوعي البيئي، سواء كما أشرنا في إطار اختصاصات مختلفة، ولكن المهم أنه نحكيه بيئة. فما تحديات بيئية كبيرة، فإنه تكون المصيف مصيف الكتاب والفترات الأخرى والمناسبات الأخرى من أجل نشر هذه الثقافة وهذا الوعي البيئي، هذا ما ينجم كان يعاون المجهودات اللي هي مازال فما برشا عمل كبير من أجل أنه نعيش في بيئة سليمة ومن أجل حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة. حبيت نشكرك سيدة عفوة الإنجليز، طبعا مديرة المكتبة الجهوية بتونس، على هذه المبادرة منكم في إطار كما قلنا أنه يكون الكتاب، نعرفوا نحكيه على تظاهرة وطنية ومهرجان وطني، ولكن أنه تكون فما هذه الإسهامات منكم كمشرفين على المكتبات في تونس. هذا مجهود مهم نشكركم عليه، وإن شاء الله بالتوفيق لكم في مصيف الكتاب وفي كل المواعيد التي ترفع شعار من أجل مطالعة من أجل كتاب لكل عائلة. إن شاء الله بالتوفيق لكم، ونخلي كلمة الختام ونتواصلوا معك إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تونس ثقافيا. ذكروا أنه مصيف الكتاب في المرسى من 21 جويلية إلى غاية 30 من نفس الشهر. تفضل. شكرا لك على ليك وعلى الإذاعة الثقافية على هذه التغطية لهذه التظاهرة الثقافية الهامة. أنا فقط نحب نقول أن المكتبة العمومية اليوم خرجت من دورها التقليدي، ما عادش فقط تكون بعملية إعارة العين المكان والإعارة الخارجية، وإلا مكان المراجعة هي وليت المكان اللي مكان سيد نمشي له بعد العمل، نمشي له بعد الدراسة،
مكان للقاءات والحوارات وتبادل الافكار. اذا اليوم المكتبات العموميه تساهم بشكل كبير في بناء مجتمع واعي ومتطور. انا ندعو كافه المستمعين للمشاركه في هذه التظاهره لانها باش تكون تظاهره ثقافيه متنوعه وتحسيسيه بالبرمجه نتاعها المتنوعه والمتجدده. وهذا هو الفعل الثقافي. هذا هو الفعل الثقافي يعني. نعم، شكرا لك سيدة عفوة. نتواصل معك إن شاء الله في موعد قادم على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا سيدة عفوة الإنجليز، تحيتنا لك. احنا منتصر باش نبقاو مع فاصل غنائي بإمضاء فايا يونان، ثم نرجع لكم نواصلوا معكم ومع سي محمد وأيضا مع مها في إطار الحديث عن الجديد بالنسبة للأنشطة الخاصة.